تمكين البلدان الأقل نمواً من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شعار انطلقت من خلاله جامعة تكنولوجيا المعلومات ومنتدى مجتمع المعلومات العراقي احتفالاً بالتزامن مع اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات. هذا المنتدى يتناول عدة محاور، هدفه أنه تقليل الفجوة الرقمية بين المستفيدين من تكنولوجيا المعلومات والآخرين، علاوة على تقديم الخدمات الإلكترونية المفيدة للمستفيدين بشكل جيد. وهنالك أيضا محاور خاصة في عملية التحولات الرقمية باتجاه التحول الرقمي الشامل للدولة العراقية. أيضا هنالك أفكار ستبذل في مجال بناء ما يسمى بالحكومة المفتوحة، التي تتأتى من خلال توفر البيانات المفتوحة بالوزارات والمؤسسات المختلفة. عرض فيلم تعريفي للتحول الرقمي من خلال إطلاق منظومة رقمية، وجلسة لطرح مشاركات من مشاريع متنوعة لمجموعة من الأساتذة في اختصاص التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. تكنولوجيا المعلومات باتت ضرورة ملحة في كل المجتمعات لما تقدمها من خدمات، وخدمات على مستوى واسع تهم وتخص مصالح المواطنين. اليوم توفير خدمات الإلكترونية هو لتوفير فرص أوسع للخدمات، وكذلك دخولها في جانب الاقتصادي. هذا أيضا من ضمن الأولويات لتكنولوجيا المعلومات. إطلاق نسخة من منتج برمجي الجامعة للجامعة ممكن أن تستفاد منه الدوائر الحكومية في مجال الأثمنة السريعة، أي أننا بإمكاننا باستخدام هذا المنتج البرمجي يمكن أن نمكن ونؤتمت أي معاملة بطريقة سريعة سهلة إذا ما توفرت التحليل الموازي لهذه المعاملة. هذا المؤتمر شهد حضور عدد كبير من أساتذة الجامعة وطلبتها للاستفادة الممكنة من خلال ما قدمه في مجال التكنولوجيا الرقمية والتحول إلى نظام الأتمتة. لبرنامج صباح الخير يا عراق، علي الحلفي، بغداد.